لمرمى الاهلي المصري. واش كتعتقد انك غدا غادي تكون في كامل الجاهزيه ديالك للعب مباراه من الحجم النهائي امام الوداد الرياضي اللي كتعرفوا انت جيدا؟ واش غادي تكون جاهز 100%؟ كذلك احتمال غياب زهير مترجي اللي سجل العام الماضي في النهائي هدفين، واش كتشوف هذا الاحتمال ديال الغياب ديال مترجي واش غادي يريح الدفاع ديال الاهلي ومرمى الاهلي في مباراه الغد؟ شكرا. مش عارف صراحه السؤال، بس تمام يعني اكيد اي لعيب بيبقى موجود في القائمه بيبقى موجود هنا في المغرب بيبقى يكون جاهز. طبعا دي رؤيه فنيه بتاعت الكوتش، طبعا احنا كلنا جاهزين، القائمه كلها ال 24 اللي موجودين كلهم جاهزين، اي حد يكون موجود هيقدم دوره بشكل كويس جدا. برضو انتوا بتحبوا تتكلموا في الماضي، انا مش عارف ليه، احنا عندنا ماتش بكره تمام، واحنا كاسبين الماتش اللي فات تمام. يعني انا بدايه كلامي اصلا احنا نسينا الماتش اللي فات، انتوا بتفتكروا ماتش من سنه تمام. انا عندي ماتش بكره، الفرقه كلها مركزه ماتش بكره، ان شاء الله هنرجع بالكاس ان شاء الله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.